انطلق بمدينة الغردقة منتدى المرأة العالمي للفنون في دورته الثانية تحت عنوان الحب والسلام والتنمية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. ويضم المنتدى ورش عمل ومعرضا للفنون وجولات سياحية بمشاركة أشهر الفنانات التشكيليات من مختلف أنحاء العالم بواقع 40 فنانة من 12 دولة أجنبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 8 مارس الجاري. احنا بالظبط كده منتدى بيضم 40 فنانة من اكتر من دولة، منها اوكرانيا، روسيا، صربيا، ايطاليا، تركيا وكذا دولة تاني، بمناسبة يوم المرأة العالمي 8 مارس. احنا من ورشة من النهاردة لغاية يوم 7، ويوم 8 هيبقى في معرض للاعمال الفنانات اللي عملوها على مدى 6 ايام. منتدى المرأة العالمي مش أول مرة أشارك فيها، دي تقريبا المرة التانية، وشاركت نسخة تانية في الأردن ومرة تانية في المغرب وفي كذا دولة تانية. المرة دي حبيت أعبر عن المرأة، هي أساس الحياة، عشان كده خدت الموديل بتاعي عن المرأة. طبعا أنا بحب أجي هنا الغردقة جدا، خصوصا في التجمع الهائل ده ما بين فنانين من كل الدول، بنتبادل الثقافات وبنتعاون مع بعض برضو في الأفكار.